تحدث عن فوز المملكة بخمس ميداليات في الأولمبياد الدولي للرياضيات، والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا الدكتور عبد العزيز الحارثي المشرف العام على الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات في الأرجنتين. مساء الخير دكتور عبد العزيز. مساكم الله بالخير وحياكم الله. أهلا بك. حدثنا أستاذ دكتور عبد العزيز في البداية عن أبرز الاستعدادات التي قمتم بها قبل المشاركة في الأولمبياد. الحقيقة الأولمبياد هذا هو الأولمبياد الدول الرياضيات، ومثل فيه الفيزياء والكيمياء، لكن نتحدث عن الرياضيات الآن. لا يحضره إلا من يستعد استعداد جيد، والدول التي لا تستعد استعداد جيد تكون نتائجها هزيلة وغير مفيدة. ولذلك المملكة العربية السعودية من 3 سنوات بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم وموهبة تم إعداد الفرق السعودية التي تمثل المملكة بشكل منهجي، بحيث يكون هناك خلال السنة ملتقيات 3 أو 4 مدة كل واحد أسبوعين. من هذه الملتقيات نستطيع أن نرشح الطلاب إلى الفصل الثاني، حيث ينتقلوا إلى الرياض ويتم تدريب مكثف لهم خلال الفصل الدراسي الثاني، دراستهم في الصباح وتدريبهم في المساء. والحمد لله هذا العام كان تدريب أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم تدريب الذي يتوفى عليه مجموعة من المواطنين و المدربين المحليين والدوليين. جميل. دكتور عبد العزيز، يعني يتم اختيار هؤلاء الطلاب من مراحل مختلفة من الدراسة من مرحلة معينة؟ لا، هو الحقيقة الطالب الذي يعني يحق له الاشتراك في هذه المسابقة هو أي طالب يقل عمره عن 20 سنة ولم يدرس الجامعة، فأي مرحلة ابتدائي صعبة، متوسط أو ثانوي يمكن أن يشترك. لكن احنا في حالتنا لم يشترك إلا طلاب ثانية ثانوي ثالثة ثانوي، لأن حتى وانا بادئين فنحتاج الطالب أن يكون استعداده جيد. من هذا العام الحمد لله بدأنا في تدريب طلاب من أول وثاني وثالث متوسط، وإن شاء الله في مثل المملكة إما العام القادم أو اللي بعده بإذن الله تعالى. جميل. الآلية أنه تتم يعني مسابقة على مستوى المملكة هنا في المملكة، ثم يتم ترشيح هؤلاء إلى الأولمبياد. نعم، هو الحقيقة في الأولمبياد الوطني للفيزياء والأولمبياد الوطني للرياضيات الذي تقيمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هذا أحد المدخلات. أيضا في موهبة نحن مع وزارة التربية والتعليم نعمل اختبار على مستوى المملكة، معرفة الطلاب المتميزين. أيضا نطلب المدرسين في المدارس أن يرشحوا من يعتقدوا أن هناك من الطلاب من لديه القدرة وأيضا الموهبة أن يكون من المنافسين على هذه في هذه المسابقة. نجمع هؤلاء كلهم في مسابقة واحدة أو في اختبار، ومن يتأهل منهم يرشح للمرحلة التالية ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها. جميل. خلنا ننتقل دكتور عبد العزيز إلى الجوائز التي كما ذكرت أنه 5 ميداليات في الأولمبياد الدولي، لو تعرفنا أكثر على هذه الميداليات التي حصلتم عليها. أخي الكريم، هي نظام المسابقة الأولمبياد الرياضيات الدولي يقول أن الطلاب الذين يشتركون نصفهم يأخذ ميداليات، لكن مو كلهم ميداليات فضية وذهبية وكذا، إنما توزع. يعني النصف يأخذ ميداليات، نصف هؤلاء يأخذ ميداليات برونزية، ثم نصف النصف يأخذ الفضية، ثم الباقي يأخذ الذهبية. فالسنة هذه من 570 طالب وطالبة أخذ 50 طالب تقريبا الذهبية، و90 طالب فضية، و138 طالب برونزية على مستوى العالم. لأن هذه الحقيقة مسابقة تجمع الطلاب من كل أنحاء العالم، أفضل الطلاب الموجودين في العالم في الرياضيات يجتمعون في هذا المكان. وبالتالي يعني ما يصبح تعطي 2-3 من 500، وإنما هذا هو نظام المسابقة، أن يعطى نصف الطلاب ميداليات، وإنما الفضية المجموعة الأولى وضعفهم، العفو الذهبية المجموعة الأولى وضعفهم الفضية وضعفهم للبرونزية. فطلابنا العام هذا الحقيقة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حصلوا على 5 ميداليات، فضيتين و3 برونزيات. حتى أحد الطلاب الحقيقة باقي له علامة واحدة يأخذ الفضية، لكن يعني هذه حدود العلامات التي أخذها الطلاب. ناس يعني الحاضرين هناك، الدول الحاضرة بكل فخر يعني كانت تتساءل عن كيفية حصول المملكة على هذا المستوى المتقدم، وبعضهم هو على اطلاع، هو على اطلاع بعضهم في أن المملكة فعلا جادة في برنامجها و
تأهيل طلابها وتدريبهم، لأنه يشوف الكتب اللي ندرب عليها الطلاب. وأصبحوا يقولوا في المنتدى اللي كنا فيه من يومين أن المملكة ضربت مثال في أنها جادة في الدخول في هذه المسابقات وتحقيق مراكز، ليس فقط الدخول، لأن في دول تدخل ما تفوز، وتحقيق مراكز يحترمها الآخرون على تحقيقها. دكتور عبد العزيز، يعني أفهم من كلامك أن هناك إعداد، كما ذكرت حتى في البداية، أن هناك إعداد مكثف لمن يشارك في هذا الأولمبياد؟ نعم. طيب لماذا لا يكون، يعني لديكم دكتور عبد العزيز، لماذا لا يكون هناك يعني إعداد مكثف لجميع الطلاب؟ يعني بحكم أنه أي طالب نحضره يعني من المراحل الثانوية مثلا على سبيل المثال يستطيع المشاركة في الأولمبياد. أخي الكريم، هذه ليست لكل الطلاب، هذه هذا الذي يمثل المملكة هو مشروع عالم مستقبل بإذن الله في الرياضيات، مثله في الفيزياء ومثله في الكيمياء. ما تصلح لكل الطلاب، هذه فقط للمتميزين جدا جدا جدا، ولو أخذ كل الطلاب سيحبطوا، تعطيهم مسائل صعبة ما يعرفوا يحلوها. يعني أنك لو تشوف المسائل التي يحلها هؤلاء الطلاب الذين أخذناهم إلى الأرجنتين، يعني بدون تردد يقول لك أساتذة في الجامعة لا يستطيع أن يحلوا مثلهم بنفس يعني طيب. الرياضيات اللي يحلوا فيها. دكتور عبد العزيز، الطلاب المتميزين فقط. ممكن تكلمنا عن عدد الميداليات الذهبية التي وزعت وعدد الفضية وكذلك برونزية في المسابقة؟ كما ذكرت قبل قليل، الذهبيات كانت 50 ذهبية، 50 ذهبية، والفضية 90، والبرونزية 138. بالنسبة يعني ذكرت أنت أنه اللي أخذ البرونزية كان في واحد يعني ينقص درجة ويأخذ الفضية، طيب يعني مقارنة بالذهبية كم كنا يعني نحتاج حتى نأخذها؟ 5 درجات. 5 درجات ونأخذها. أقل أحسن واحد عندنا في الفضية كان يبغى 5 درجات عشان يأخذ ذهبية. هي عفوا يعني إن شاء الله العام القادم. من كم درجة عفوا إذا توضح لنا؟ هو طال عمرك الاختبار يكون 6 أسئلة، 3 في اليوم الأول و3 في اليوم الثاني، عشان تتصور بصعوبة المسألة. 3 مسائل يعطونا 4.5 ساعات، وعمليا ولا طالب يطلع، يعني 4.5 ساعات كلها يجلسوا الطلاب وما خلصوا. فالمسائل طويلة وصعبة وجديدة وغير معروفة من قبل. تعتقد إن شاء الله أنه العام القادم يستطيع الطالب السعودي أن يحقق الذهبية؟ بإذن الله، بإذن الله. نحن لذلك إما نخطط لهذا، والتوفيق عند الله، لكن هذا هدفنا الحقيقي، أن العام القادم إن شاء الله. نحن تدرجنا، ترى من 3 سنين أخذنا 2 برونزيتين، والعام أيضا برونزيتين. السنة هذه الحمد لله صارت في قفزة نوعية، يمكن يعني كما يعني نشر في الصحف ترتيبها أصبح 29 على مستوى العالم. ترى هذا إنجاز يعني يقدره فعلا الذي حضر الأولمبياد. كنت أنا أتحدث مع بعض الناس الخبراء في المنتدى، أقول لهم متى العام كان ترتيبها 70، فأقول لهم أنا أبغى أدخل في 50 الأوائل. قال يا عبد العزيز يبغى لك سنوات، يبغى لك 4-5 سنين، ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى. وثم همة شبابنا، الحقيقة أنا أفتخر أنني أعمل مع صفوة من أبناء البلد الذين أتشرف أني أشرف عليهم، وبإذن الله سيكونوا علماء للبلد، مخلصين، مواطنين صالحين. وأتمنى أن تتاح فرصة أنهم سووا معهم مقابلات، لأنهم الآن في الطيارة راجعين من الأرجنتين، إذا وصلوا سواء الراديو أو التلفزيون، لأنهم فعلا قدوات لغيرهم من الطلاب. صحيح. تقول أن الطالب السعودي يستطيع في المحافل الدولية وبالمعايير العالمية أن ينافس الآخرين، وأن يحصل كما يحصل على أي طالب من الدول المتميزة. نحن سبقنا هذا العام، تقدمنا على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكثير من الدول الأوروبية والشرق الأوسطية وغيرها. جميل. أستاذ الدكتور عبد العزيز الحارثي، أشكرك ونتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله، ويكون شباب الوطن يمثلون الوطن بأجمل تمثيل. شكرا لك. شكرا دكتور عبد العزيز. شكرا لكم. شكرا للدكتور عبد العزيز الحارثي، المشرف العام على الفريق السعودي في أولمبياد الرياضيات في الأرجنتين.